إذن تبع أستاذ الدولي أشرف، لماذا نحن ضحايا صورة نمطية في الإعلام الغربي بأننا بين قوسين يعني وحوش دموية؟ للأسف الشديد في 20 أو 25 عام الماضية نتيجة بعض المرتزقة من قبل الجماعات المعروفة باسم الإسلام السياسي، بدأت بالقاعدة ثم مررنا بداعش وأخواتها، فقامت بعض العمليات في المنطقة وفي أيضا بعض العواصم الغربية. هؤلاء المنفلتين، هؤلاء المرتزقة، هم الذين أساءوا للإسلام بشكل كبير نتيجة أعمالهم التخريبية التي أدت إلى التصاق ما يعرف بالإسلاموفوبيا، وصدرت صورة سلبية عن العرب طيلة السنوات 20 أو 25 الماضية. هل للأسف تتصور الشديد أستاذ أشرف أنه الميديا الغربية أيضا يروق لها أن تصورنا هذا التصوير النمطي؟ كانت السبب الرئيسي والأول عزيزي محمد، لأنها هي من تبنت تصدير ما يعرف الإسلاموفوبيا وألصقت كثير من التهم بالعرب، وأعتقد أن هناك حالة من الجنوح والنفاق الغربي في ضرورة أن يكون هناك الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة باتجاه توفير استحقاقات تهم باطلة باتجاه العرب، لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الشعوب العربية المسالمة التي تدعو إلى السلام ونشر الوئام ونشر الاستقرار في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، وبين هؤلاء الجانحين المرتزقة المعروفة باسم الإسلام السياسي.